ده من تحت وحدود البلاطة من الدور اللي فوق. فأنا دلوقتي إحنا دلوقتي في الجراوند، لما جيت على الفيرست خلاص إحنا كده مش محتاجين الجراوند في حاجة، هنشيل الجراوند مثلا. المفروض ان حدود البلاطه زي ما احنا حطينا كده تمام، بس في اعمده من تحت طالعه ملهاش بلاطه، هل طبيعي ان انا اسيبها كده؟ لا، الحاجات دي بتحصل في الفلل، بس احتاج اعمل حاجه اسمها تغطيه. التغطيه دي ان انا هاخد المكان اللي طالع منه الاعمده من الدور اللي تحت، فتكملة البلاطة في الحالة دي بتبقى معمولة لسبب بس التغطية، لكن كشغل له علاقة بالدور نفسه لا، هي مش شغالة معايا فيه. يعني مفيش حد يبقى قاعد في الحتة دي، مفيش حد يبقى واقف على المنطقة دي من البلاطة، دي مش جزء من الدور، دي معمولة تغطية للدور اللي تحته. طب معلش يا باشمهندس، هو مش مثلا الأعمدة دي ممكن تكون ستوبد؟ ما هي الأعمدة دي طالعة منين؟ انت دلوقتي عندك، احنا قلنا الاعمده دي طالعه من الجراوند من للفيرست الجراوند. اه تمام، فانا ايه اللي هيشيل لي الدور الاول اللي طالع لي من الجراوند؟ ممكن الاعمده دي تبقى واقفه في الدور اللي بعده، لكن هي الاعمده دي هي موجوده معايا دلوقتي. فالمنطقه دي كده، شايف انت الحته اللي هي فيها هاتش دي تمام. اه ممكن تبقى عامله زي، عارف انت في المصايف مثلا بيبقى فيه زي تراس كده بره، بيبقى مساحته كبيرة شوية مش زي البلكونات، بيبقى حاجة تانية كده اسمه فرندات تقريبا. بالظبط. فدي بتبقى معمولة حاجة زي كده، فانت مش طبيعي ان انت تبقى باصص منك للهوا على طول، في عمود طالع كده، فانت بتبقى حاطط بس البلاطة دي تقفل لك كتغطية للمنطقة دي. لكن هل هي جزء من الدور؟ يعني هل هي جزء من الدور ده؟ لا، دي بتبقى معمولة الهدف منها بس تغطية. فهنجيب البولي لاين ونزود الجزء ده. نقول له خلاص كده مش محتاجين ده. طب ده شكل الدور بتاعك تمام يا شباب، تمام هندسة. هنبقى ماشيين برضو بنفس السيستم ده، تكمل بقى الكمر بتاعك كله ومعاك حدود الدور. عندك طريقتين، يا اما انت تعمل مثلا الجزئية اللي هي فيها بلاطة فلات سلاب لير لوحدها وبلاطة سوليد سلاب لير لوحدها، ممكن تعمل السلابس كلها على نفس اللير، تعمل المنطقة دي اللي هي فيها السلم. تعمل المنطقة اللي فيها السلم دي، احنا كده دلوقتي عاملين ده كله كده مظبوط، بس ناقصه حاجة. ناقصه ايه؟ ناقصه السلالم مظبوط. فهناخد برضو السلالم، بتتاخد من الدور اللي احنا فيه مش الدور اللي تحته. ريلود، طبعا اللايرز، السلالم الهاتش بتاعها بيبقى على اللون الاخضر، بتبقى داشت مش هاتش قصدي، بتبقى داشت باللون الاخضر. ممكن ترسمها تاخدها على طول من المعماري او ممكن انت ترسمها بايدك براحتك يعني.
المفروض ترسمها على الداشت، بس مش هتفرق ان انت ترسم السوليد للسوليد زي ما ترسم الداشت للداشت، المهم ان المسافة بينهم في كل الحالتين هتبقى 30. هو انا برسمها ليه اصلا؟ برسم السلالم ليه عشان يعني؟ ده ليه جزء ما بقى إنشائي. مش ماشي؟ ما انا ممكن اخد من ده فويد خالص وبعد كده ابقى اصمم السلم بره اصلا لوحده. لا بص اقول لك على حاجه، الاستاتيكال سيستم مش اللوحه اللي انت بتعمل بيها دي اكس اف، ده حاجه وده حاجه. لما نيجي نعمل دي اكس اف المنطقه دي كلها فويد، لكن في الاستاتيكال سيستم لازم اشوف سلم، لان ده اللي تمام هيتنفس، ده اللي هينزل الموقع. فهمت. طيب حاجة تاني، اتفضل. بالنسبة للسلم الدائري ده اه كاستاتيكال سيستم يعني وضعه ايه؟ هيبقى كاميرا في الاول وفي الاخر والحلقة زون ده كله عليه ولا ايه؟ بص، انت زي ما انت قلت كده بالظبط، عندك هنا الكاميرا وهنا في كاميرا في الدور اللي فوق، واللفة دي البلاطة دي كلها بتتشال على الكاميرتين دول. تمام. بس انت هنا هل ينفع تحط كاميرا هنا؟ هتسندها على ايه؟ مفيش. فانت هنا هتبقى مشايلها سلاب اون سلاب، يعني هتشال البلاطة متشال على بلاطة. تمام. بس في العادي اه يعني هو بيتشال على كاميرتين بس، ما بيبقاش ماشي نفس فكرة القلبات كده، يعني بيتشال شرايح. نفس الفكرة بقى نكمل، بس ده طبعا ده كله هيبقى داش. تمام شباب، هتكمل برضو السلم من الناحيتين، ومنطقة السلم الدائري دي برضو هتمشيها كده بنفس الفكرة، داشت لاين وسلم حلزوني عليها، وبعد كده خلصت الاستاتيكال سيستم بتاعك كأبعاد. نيجي بقى النقطة اللي انت تشتغل بقى على، لازم تكتب هنا مثلا بيم 1 الأبعاد بتاعتها ايه. السلاب تاخد كل السمكات وتحطها، طبعا سمك البلاطة دي كام، النقطة دي برضو لازم تحطوها على الكود الجديد. المفروض ان انت هنا هتقسم دي، هنا مثلا دي كونتينوس بيم، دي هتتقسم على 18 بس كتسهيل وكسيفتي، اقسم البيمز كلها على 10، وساعة الديزاين بقى اللي بنشوف. تمام يا شباب؟ تمام زي الفل. مش انا دلوقتي، انا اعتبر ان احنا خلصنا الاستاتيكال سيستم بتاعنا ومتأكدين من كل حاجة، فاحنا مش محتاجين ده خالص، هنعمله دي اتاتش، مش محتاجين ده برضو خالص. لا لا معلش بس، هو انا كده الاكس ريف ده انا بستغله ان انا ببقى مثبت مكان الاعمده على كل بلان برسمه، وسايب كل بلان لوحده بقى واشيل الاكس ريف من عليه بعد كده.
بالظبط. بس انت مش هتشيل بقى من على الاكس ريف. هقول لك بقى نعمل ايه في النقطه دي. انت دلوقتي خلاص، انا لو اي حاجه بعدلها بعدلها من الاكس ريف، اي حاجه لها علاقه بالاعمده بعدلها في الاكس ريف بس. فانا دلوقتي عايز، ما يعني خلاص انا دلوقتي بقيت ضامن ان انا ما فيش اي تعديلات تانية في اماكن الاعمده، ودي الاعمده اللي انا هكمل بيها للاخر. اعمل ايه انا دلوقتي لو جيت عملت انلود؟ الاعمده راحت صح؟ تمام. فانا خلاص انا دلوقتي بقيت واثق ان انا شغلي مظبوط وده اللي انا هكمل بيه. هعمل حاجة تانية اسمها بايند. شايف بايند دي؟ تمام. هدوس عليه. في عندي بايند وفي عندي انسرت. بايند يعني اخلي اللوحتين دول حاجة واحدة خلاص، مبقاش فيه ريفرنس او مبقاش فيه ورقة شفافة انا باخد منها. انسرت بتعمل نفس الموضوع. الفرق بينهم ان بايند بتبقى قايله لك ان انت الحاجات اللي انت عاملها دي خلاص هي بقت تبع اللوحة اللي انت فيها، بس هي متاخده من فايل تاني. بمعنى ان انا لو دوست بايند اوكي، لو تلاحظ ان هو اللون بتاعهم بقى واضح، ما بقاش يعني بقاش مظلم زي الاول كده. بص يعني شايفين، تحس انها كده الحاجه ديم شويه صح؟ تمام. فانا لما بعمل بايند لونها بيبقى واضح، بقت كلهم نفس البرايتنس كده. معناه ان خلاص اللي انا هعدله هنا هيتعدل هنا بس، مش هيتعدل في حاجه تانيه. بس فكرة الاكس ريف ان انت بيتحط كله على بلوك واحد. اللي تلاحظ ان انا دوست هنا كله تعمله سيلكت. بس لما تيجي تبص على اللايرز هتلاقي اي حاجه جايه من الاكس ريف مكتوب عليها اكس ريف. مش مكتوب جنبها اكس ريف اي لاير جايبينها من الاكس ريف. يعني انا لو جيت دلوقتي مثلا عملت انسرت بايند انسرت اوكي، محطوطه بالاسم اللي احنا مسمينها عادي. بس ده الفكرة، يعني هو كده كأنك كل اللي انت عملته على اللوحه دي، بس انت ما جبتش حاجه من بره. ده الفكره. فانت كده خلاص قفلت روحتك، تبتدي بقى تحط بقى الايه الدايمنشنز بتاعتك وتظبط كل الحاجات اللي انت عايز تظبطها فيه. تمام. مش حد عنده أسئلة في النقطة دي؟ في حاجة ما كانتش واضحة؟ في حاجة أنا كررتها؟ لا تمام، كله كده تمام. عشان بس تشيل التكست المحطوط على جنب ده تدوس اكسبلود بس. خلاص كده بقت كل لاير ما لوحدها، يعني كل نقطة لوحدها، ما بقوش كلهم على بعض. بس برضه ليك عشان ما يبقاش فيه، لو انت في اي حاجة شغال فيها وفي لايرز كتير وانت مش عارف اللايرز دي جاية منين، بتدوس امر بر اول. بس كده عندك اللايرز اللي انت مستخدمها بس. ماشي تمام كده يا شباب؟ تمام. تمام. حد عنده اي اسئلة؟ لا تمام كده. فتلخيص كده للسيستم بتاعنا اللي نشتغل بيه، اول حاجة تحدد اماكن، هتاخد الأعمدة بتاعتك من كل الأدوار، يعني تبدأ من هيبقى عنده بيزمنت، يعني تبدأ من البيزمنت للجراوند، الجراوند للفيرست، الفيرست للسكند، والهاتشز بتاعتهم، وتجمع كل دول في لوحة واحدة تسميها اكس ريف، وتظبط الاكسس بتاعته. خلصت النقطة دي هتسيب الاكس ريف بتاعك ده على جنب. تاني حاجة هتروح بقى البلان، بلان تاخد منه الأعمدة بتاعته وتحط القمر وتحط حدود البلاطة بتاعتك، لو عندك تغطيات بتحطها. تالت حاجة بتعمل عندك الأماكن بتاعة السلالم
ممكن بقى في اماكن السلالم دي بعد ما احنا خلصنا كده، بدل ما كنا نقعد نرسمها بايدينا واحده واحده، نعمل سيلكت سيميلر ماشي مش مشكلة عادي، دي نمسح الزيادات بس ما علينا، يعني تاخد السلم على طول تاخده كوبي وترميه على هنا. هتخلص كل ده هتبتدي تحط عندك الدايمنشنز بتاعة الكمر، لازم تكتب بيم كذا، يعني هتنمزجهم بس النمزجة دي بعد الديزاين، هتكتب بيم كذا في كذا اللي هي مثلا 250 في 600 مثلا، وتحط عندك التي اس بتاع البلاطات، بعد كده هتحط عندك الليفلز، تاخد الليفلز من المعماري على طول زي ما هي بالشكل ده، لو هتشتغل عربي تمام، هتشتغل انجليزي هتغيره براحتك. هتحط عندك الاكسيس، ده مش متأكس المبنى ده مش محطوط له لوكال اكسيس بتاعتك، فتأكسه من الكولوم، يعني هتحط هنا مثلا سنتر لاين بيعدي، اللاين بيعدي بكل الكولومز دي، وتحط الاكسيس بتاعتك وتحط الدايمنشنز بتاعت الاكسيس، بس بعد كده ظبطت الستاتيكال سيستم بتاعك. حد عنده أي أسئلة يا جماعة؟ عايزين تتناقشوا في اليونتس نفسها؟ كان في حد قال لي كده. اه تمام يا ريت. طيب تعالوا شير تاني. هو مين هنا مع دكتور وائل البدراوي؟ انا بلال. اه دكتور وائل لذيذ جدا، انت حظك حلو انك معاه، تمام بس حظك الوحش ان هو مش هيناقشك. تمام مش تعالى نبص كده على يونت 1 لقد الروف كان من الريف. يونت 1 هي اسهل يونت بصراحة، يعني انا شايف يعني ال يعني فاضية خالص، حتى الاستاتيكال سيستم بتاعها سهل، يعني انت كل اللي هتعمله هتعمل دي فلات، دي قصدي سوليد سوليد سوليد، والمنطقة الصالة دي كلها فلات، يعني يونت 1 ما فيهاش حاجة يعتبر. هي يونيت 1 عبارة عن ايه، فيلا ولا الفيلا دورين كمان، يعني انت اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي كانت التلات ادوار، دي فيلا غالبا دورين بس، يونيت 1 اصلا تقريبا ما فيهاش بيزمنت، ولا انا متهيألي؟ في كذا واحدة ما فيهاش بيزمنت، يعني استنى كده، ده احنا عشان جايبين الفيرست تايم نبص على الجراوند، ولو ليه رام بيبقى ليه بيزمنت، اه ما فيهوش رمب تقريبا، ولا لا ملهاش بيزمنت حتى، يعني اه حرفيا فاضي. فيونت طب 1 دي يعني ايه؟ سؤال بس معلش يا باشمهندس، اتفضل. هو الفيلا اللي فاتت والفيلا دي تقريبا هما فيهمش كور، ولا فيهم كور مستخبي ولا ايه؟ لا لا بص، في فيلا بتبقى فيها كور من الاخر، يعني هاي رايز بيلدينج بس هي الكور. اه يعني انت حته الكورز دي، اولا الكور ده مكلف جدا، فالكور دي بيبتدي الشغل نتكلم فيه مثلا لما نبتدي نطلع الدور الثامن التاسع من الاخر، تمام. اول ما يظهر لك في اي مبنى اسانسير اعرف ان في كور وفي شير وولز وفي كل الحاجات دي، لكن انت الترم الاول ده كله كل شغلك هيبقى فريم سيستم. ماشي، يونت 1 لذيذه قوي الصراحه. يونت 2 يونت 2 برضه حلوة، يعني انت بس ممكن يبان لك ان المبنى كبير وانه فيه تفاصيل كتيرة، بس يعني انت هو عبارة عن ده ميرور لده، يعني هو من الآخر زي ما يكون عمارة بس على دورين بس ولا 3 أدوار، فبسيط. بس اعتقد برضه يا باشمهندس هي هتكون سهل، لان هتكون سوليد سلاب برضه يعني كلها. اه انا بقولك هي سهلة، دي كلها سوليد سلاب، مش هتعمل فيها اي فلات سلاب فعلا. وكمان حاطط لك الأوعاد بتاعتك فلذيذة، ان الاليفيشن
ماشي، هنا واضح قدامك كده ان انت من هنا ونازل لتحت فيه lower ground، يعني الفيلا بتاعتك مش بادئة ببيزمنت، لا هي بادئة بدور. فالمنطقة دي كلها يبقى محطوط لها retaining wall، المنطقة اللي انت هتحفر فيها من ليفل زيرو لحد النيجاتيف 3400. دي يونت 1 دي. لا دي لسه يونت 2، يونت 1 مفيهاش حاجة، يونت 1 مفيهاش حتى بيزمنت وهي دورين، فيونت 1 غالبا هيبقى عليها خناقة جامدة. طب هو ايه الفكرة في الريتين جول؟ يعني ايه الصعب فيها او ايه مفيهاش صعوبة، يعني؟ أنا بقول لك يعني الفكرة إن أنت هنا في منطقة حفر، يعني عشان ما تتنسيش بس، لكن هي عادي مفيهاش صعوبة ولا حاجة، بالعكس ده الريتيننج وول دي تبقى حلو جدا إنها بتشيل لك البلاطة. طب هو احنا لو ما نعرفش حاجة عن ديزاين الريتيننج جول نلجأ ليه؟ ولا لو حطينا في الموقف ده يعني بص ديزاين الريتيننج وول ده أبسط حاجة ممكن تعملها ديزاين، كل اللي هتعمله فريم إيليمنت عادي على الساب فيكسد بيز، ولو في حتة ماسك منها، يعني انت مثلا هتشيل البلاطة من هنا، يعني هنقول الريتيننج وول طالع من هنا وانت مشايل البلاطة، يعني مش حاطط الريتيننج وول بس كسند جوانب حفر، لا مشايل عليه، هتحط هنا هنجة سبورت وتحط احمال التربة بتاعتك وتحط احمال المية وبس، وهو هيطلع لك الرياكشنز، وهتحط على طول شبكة التسليح بتاعتك، وبيبقى فيه لوح جاهزة يعني للحاجات دي، انت هتحط بس عليها القيم بتاعتك. تمام. يعني الديزاين ريتيننج وول ده ما فيش فيه حاجه خالص، وما بيتسالش فيه اصلا، ان هو شغله اصلا فاونديشن، يعني الدكاتره مش هتتركز عليه، بس ابقى صممه لنفسك يعني هتستفاد منه. ماشي يونت 3 ماشي، برضه يونت 3 تعتبر بسيطة برضه. فيها بيزمنت ولا أنا بص على الإليفيشن، بص على غريب إن في يعني أول مرة المشروع مشروع مثلا اشوف ما فيهوش جراشات، دي فدي غريبة شوية، بس ما فيهوش برضه. ماشي برضه بسيط، يونت 6 دي اللي كنا بنتكلم فيها. دي شكلها كبيرة. دي في الاتنين في بعض صح؟ اه دي أنا دلوقتي عندك ده الحائط الفاصل، انت عندك دي، بس انا عايز اتاكد بس الاحمال بتاعتها تبقى دي ليفنج اريا ودايننج اريا، مفيش اوفيس. ماشي يبقى دي عادي تبقى مبنى سكني، مش يعني كنت عايز اتاكد بس انها مش كوميرشال. اوكي بص هو شكلها مزعج بس بسيطة ان شاء الله يعني، بس هي أقرب شوية للشغل بتاع الترم التاني لأن مساحة المبنى كبيرة. مفيهاش برضه بيزمنت يا ومش محتاجة بيزمنت تتشال ريتيننج أصلا، لا لا ومش محتاجة تتشال على الريتيننج وول أصلا، مفيش يعني هي بادئة من ليفل زيرو تقريبا، ولا أنا شفت غلط؟ من ليفل زيرو. بدأ من ليفل زيرو، لا من نيجاتيف 300
ده عادي يتشال السلاب اون جريد، لا مش محتاجة اصلا جوانب حفر. ايش يعني، هي هتبان بس انها تحتاج مجهود شوية، لكن كأوفرول مش صعبة يعني. ماشي، يونت 7 برضه فاضية، نفس الفكرة ان هو يعني ده رامب هو واضح، فدي برضه هتحتاج لي تعمل لها بيزمنت. هي اغلب الحاجات الكتير دي معماري، لكن انت خليك بس في الجزء الاصفر ده، يعني برضه هتلاقي الموضوع سهل. ودي هتتعمل كلها كفلات سلاب، سوليد 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 سوليد، عادي سهلة برضه. يعني هي تقريبا ارخم حاجة موجودة عندكم هي يونت 5. طب سؤال بس معلش يا هندسة، اتفضل معاك. هو احنا بعد ما نعمل الاستاتيكال سيستم بتاعنا وننجز كل حاجة ونعمل ديزاين، فاحنا نرسم على البلان الرينفورسمنت ولا لأ؟ بص، رسمة الرينفورسمنت دي يعني إن شاء الله بعد يعني قبل ما تناقش بحاجة بسيطة كده. الرينفورسمنت دي خطوة متأخرة أوي، دي بعد ما تخلص الديزاين خالص. بس نصيحة، انتوا هتسلموا الاستاتيكال امتى؟ لا لسه لسه مش مفيش أخبار الأسبوع ده عنه خالص، برضه. السبت الجاي السبت وكده. السبت الجاي. طيب يعني دي اكتر حاجة اهتموا بيها، ان اللي بعد كده يعني حاجات نمطية، انت هتعمل نفس الحاجة بقى لاخر الترم، تقعد تراجع بقى اللي انت عملته في الاستاتيكال سيستم اصلا. فيعني طلع استاتيكال سيستم كويس، يعني دي حط فيها كل مجهودك. وافتكر انتوا احنا الاسبوع الثالث دلوقتي ولا الاسبوع الثاني؟ التالت ماشي، يعني الأسبوع الجاي الكويزز، فحاول تقفلوا الاستاتيكال سيستم ده كويس جدا، بحيث ان انتوا بعد كده هتلاقوا الدنيا بقى بتشد شوية. وأي حد يعني لما يتوزع بقى عليكم اليونتس في أي حاجة في جروب الديسكشن ابعتولي، أو على حد لو حتى عايز يبعت برايفت حتى يبعت في أي وقت عادي وأنا أجاوب عليه. بس لو يعني اتأخرت في الإجابة، فيعني أنا دايما جمعة وسبت إجازة، فأرد عليكم في أي وقت عادي، لكن في الأيام التانية ممكن أتأخر شوية في الرد يعني. بس غير كده معاكم جمعة وسبت. انتوا ميعاد المتابعات خميس برضو لسه ولا غيروه؟ لسه هنظبط يعني غالبا كل ما